بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أمي العزة في هذا الدرس الجديد اللي تعلقنا بطبعا الرياضيات، قسم السادس الجديد في الرياضيات. الدرس هو 14، تنظيم ومعالجة البيانات. طبعا واحد أورغانيزاسيون إي تريتمون دي دوني. المهم نمشيو لهنا، أكتشف وأتمرن. التمرين الأول يقول لنا: قامت مريم ومجموعتها ببحث حول وسيلة نقل التي طبعا يستعملها كل متعلم او متعلمه لالتحاق المدرسه، فقسموا العمل فيما بينهم حيث توزعوا على الاقسام وجمعوا المعطيات التاليه: عدد الراجلين شحال 70، عدد الراجلين رفقه احد اقاربهم 10، عدد مستعملي الدراجات 15، عدد مستعملي الحافله 20. نعم ثم اعرض وانظم المعطيات في جدول. واخا سنقوم بذلك. إذا قلنا الراجلون شحال؟ عدد الراجلون 70. نعم شحال؟ 70. إذا نقيد هنايا 70. ثم عدد الراجلين رفقة آبائهم 10. نعم أهي. عدد مستعمل الدراجات 15. أهي أهي 15. وعدد مستعمل الحافلات 20. نعم اذا هادو بالنسبه طبعا هذه المعطيات قالوا لنا يمكن عرضها في مخطط بالاعمده او في مخطط ذي قطاعات دائريه. نعم نمشيو ديال المخطط بالاعمده هو هذا. الراجلون هي 70، ثم هذه اللي صغيره بزاف عندنا هي 10، غتكون هذه هي 10 اللي هي طبعا الراجلون رفقه ابائهم. الراجلون رفقه ابائهم، الراجلون رفقه أحد أقاربهم، رفقة أحد أقاربهم دقيقة هنا. ثم هذه اللي عندها شحال هنا؟ عندها هنا 15. 15 هي مستعملو الدراجات. شنو هما مستعملو الدراجات؟ هاي مستعملو الدراجات، مستعملو الدراجات. نعم الدراجة. ثم هذه هي اللي عندنا هنا 20، واللي هي مستعملو الحافلة. نقيدو الحافلة، مستعملو الحافلة أحسن. هذه إذا 10 شنو قلنا ديالاش؟ يعني رفقة أحد أقاربهم. الراجلون رفقة أحد أقاربهم. مزيان 15 قلنا 15 هما مستعملو الدراجات، مستعملو الدراجات، مستعملو الدراجة. ثم 20 قلنا مستعملو الحافلة، مستعملو الحافلة. وطبعا 70 هي كديال الراجلون. هذا بالنسبة طبعا للتمرين الأول. نمر إلى طبعا التمرين الثاني. هو التمرين الثاني. نعم نوصله هذا هنا. قالنا هنا لو طابلو ريبريزونتي لو نومبر دونفون كي بريفير شاك فروي جو كومبليت شاك غرافير. يعني هاد الطابلو تيبين لنا كيمثلنا لو نومبر دونفون، يعني عدد الاطفال كي بريفير كيفضلونا شاك فروي. يعني كاين عندنا البوم، بانان، اورانج، بوار، غيزان. نعم اذا عندنا البنان طبعا 6، ها هي غنديرو المسطرة 6. ثم عندنا البوم، بوم هو هاد اللون. اذا البوم شحال عندنا؟ 10 ياك، 10 بوم. وهذا 10. ثم الاورانج، فين هو الاورانج؟ هو الازرق، اورانج الازرق. طبعا عندنا هنايا 5. ثم البوار، بوار ان لو عطاوه هنايا بوم. هو بوار. إذا هو اللي ما عطاوناش غنديرولو هنا بواغ. طبعا بواغ ياك ار او اس. ثم غيزان شحال عندنا؟ 8. هو هذا طبعا. إذا هنا خاطئين، هنا 8 هو غيزان، 8 هو غيزان، 8 عندنا غيزان هنايا غيزان. هذه خطأ. وهنا غيزان هي شحال هنا؟ 7.
نعم هنا سبعة، وهيكون عاد لينا عندنا، نعم عندنا هنا البوار سبعة. إذا شكون اللي عندها سبعة؟ طبعا هي هذه، هذه اللي عندها سبعة. إذا هذا هو البوار، هذا هو البوار، هما خطأوا، هذا هو البوار. يعني هنا عندنا سبعة، ثمانية، فين اللي عندها ثمانية؟ هي هذه، فوالا. إذا هي هذه هي، إذا ثمانية شنو غيزان، فوالا. إذا اللون الأخضر هو غيزان، هذه هي اللي عندها ثمانية. بوم عندها عشرة، بنان، شوفوا بنان عندها طبعا خمسة، فوالا. بنان إلى لون عند بنان، وهذا هذا طبعا عندها ستة تقريبا، المهم الرسمة راه معاها. إذا بنان عندها ستة. أورانج، ها أورانج شحال عندها؟ خمسة، وهذا. ثم البواغ، بواغ شحال عنده؟ تقريبا ها هو، تقريبا ها هي سبعة. ثم أخيرا غيزان، هذا هو. إذا عندنا هنا ثمانية. هنا دونك هذا هو بوم، بوم بس من الصورة بوم. هنا هذا بنان، نشوفو بنان ستة. لا هذا الأزرق هو الأورانج، لأنه شحال عنده؟ خمسة، اللي هو الأورانج. دونك هنا أورانج، أورانج. وهذا هو اللي هو بنان، شحال عندنا؟ ستة. إذا هنا بنان، بنان، ان ا ان او اس، بنان هاي. ثم هذا هو البوار، لأنه عنده شحال؟ عنده سبعة، بوار، بوار. وأخيرا هذا هو لو غيزان، ها هو. إذا أتمنى أن تكون قد استفدتم.